متتبعي موقع طنجاوي مرحبا بكم، نتواجد اليوم حصريا داخل احد مراكز الاقتراع بعماله طنجه اصيله، حيث تتبارى 23 لائحه فيما بينها للظفر بخمسه مقاعد في مجلس النواب، 19 لائحه للنساء تتبارز فيما بينها، و14 لائحه جهويه تتنافس داخل نفس العماله. عدد الناخبين الذين من المفترض أن يصوتوا في هذا المكتب أو في أحد المكاتب الأخرى يصل إلى 681 مكتب موزع على الجماعة الترابية لعمالة طنجة، 430 ألف ناخب يمكنهم التصويت في 681 مكتب. كما تشاهدون سير عادي للاقتراع هنا في هذا المكتب، سنشاهد هذه السيدة التي من المفترض أن تصوت لأحد اللوائح الانتخابية أو لا تصوت حسب رأيها، نشاهدها الآن وهي تقترب من مركز الاقتراع تتسلم ورقتين للانتخاب، واحدة مخصصة للانتخابات الجماعية والجهوية والأخرى مخصصة للانتخابات التشريعية. يمكن لهذه السيدة أن تختار ما تشاء في هذه اللائحتين ثم تضع ورقتيها هنا بهذا الصندوق والورقة الأخرى بصندوق الانتخابات التشريعية التي قلنا أن عمالة طنجة أصيلة مخصص لها خمس مقاعد بالضبط. وصراحة الظروف زعما مناسبة، ما كاينش تزاحم، الدنيا مخفة، ما خدتش مني حتى خمسة دقائق زعما صوت. المهم أنا عملت الواجب اللي خصو يتعمل، الواجب اللي كان آمن به، لأن أنا كان آمن بلي أن التصويت خصو يكون ضرورة. أنا كنتمنى من كل قلبي، أنا كنشجعو هاد الحزب هذا، كنحترمه وكنحترم الزعماء ديالو، كنتمنى من كل قلبي ياخذ مقاعد في البرلمان والجهه. هذا ما اتمنى، انا عملت الواجب ديالي والكمال على الله. ظروف التصويت كانت جيده مزيانه، زعما كنت لا تحاس ولا امور هانيه مزيانه الحمد لله. ما عدت لي شي ثلاثه اربع دقائق، ما كان خمسه دقائق ما كان لازم. قدر ينجح راجل مزيان هذا اللي صوت عليه، قنعني مزيان راجل، وخير فايت فيا يعني راجل كيتعامل كيداوي يعني كيعاون مرتا وكيعاون يعني بزاف دائما. يستحق ينجح بالنسبه لي انايا يعني. الا كان دابا الانسان ما تنصوت على واحد الحزب، اذا انت انا عندي الثقه فيه لان راه كاين هذاك الشيء اللي كيخصو يعمل، لازم يعمل، ماشي يمشي يصوت على واحد الحزب اللي هو ما عرفش شنو هو الطريقه ديالو او الناس اللي كاينين موجودين في اللوائح ديالو. انت كتصوت في جميع الانتخابات؟ جميع الانتخابات. انا كنت كنصوت في انتخابات من السبعينات. السبعينات الى حدود الان دائما انا ملزم عندي ما نصوت، لان هذا واجب وطني. هذا واجب وطني عندي ما نصوت كل ما هي حزب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.